السلام عليكم زوار موقع القصبوي. اليوم نقدم لكم درس جديد، وفي هذا الدرس نشرح لكم فيه كيفية إلغاء تشغيل الفيديو على الفيسبوك. يعني مؤخرا قامت الفيسبوك بتفعيل ميزة جديدة، وهي تشغيل الفيديو عند الوقوف عليه بشكل أوتوماتيكي، ولكن هذه الطريقة يعني تزعج عدد كبير جدا من متصفحي هذا الموقع. و لمعرفة كيفية إزالة هذه الطريقة، أول شيء تقوم به هو الدخول إلى حساب الفيسبوك الخاص بك. يعني بعد الدخول إليه، يعني كما تشاهد معي هذا هو الفيسبوك، يعني بعد أن تقوم بالهبوط قليلا إلى الأسفل، يعني كما تشاهدون يشغل الفيديو بشكل أوتوماتيكي، وبعد أن نبتعد عنه يقف الفيديو، يعني لا يشتغل. يعني كما تشاهدون معي، يعني يتم تشغيل الفيديو بشكل أوتوماتيك. ولإزالة هذه الطريقة تقوم بالضغط على هذا الخيار، يعني كما تشاهد معي هنا، وتنتظر فتح هذا الخيار على هذا الشكل، وتقوم بالهبوط مباشرة إلى الإعدادات، يعني كما تشاهد معي هنا، أو الضغط على زر سيتينج أو بارامتر، وبعد مباشرة سيأتيك على هذا الشكل. تقوم بالنقر على مقاطع الفيديو، يعني كما تشاهد معي هنا، أو فيديو، يعني ستجدها يعني آخر خيار. وبعد مباشرة ستجد هذا الخيار تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيا. تأتي إلى هذا الخيار وتضغط إيقاف التشغيل أو تضغط على النو. ثم نقوم بالرجوع إلى الصفحة الرئيسية للفيسبوك. يعني كما تشاهد معي، يعني الفيديو أصبح لا يشتغل. بعد أن نقر على هذا الخيار يشتغل. وإلى هنا ينتهي درسنا، وإلى الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.